جدا يا دكتور. طب ماشي ماشي، ربنا مسهل معانا. ما اعرفش من اللي بيعد لي بقى، زمايلكم وصلوا بقى قد ايه دلوقتي؟ بدل ما اطلع انا واقعد اعد واشوف حد يقدر يعرف بالظبط أربعة الدكتور. 24. قليل قوي قوي قوي، استنى شويه. هو المهندس محمد ممدوح في اليوم الاثنين اداكوا حاجه كده ايرور اناليسيس، و بري اناليسيس. على فكره الكلام ده يمكن المهندسين الوحيدين او الخريجين الوحيدين على مستوى جمهوريه مصر العربيه اللي بيدرسوا الكلام ده. لذلك هو المهندس بتاعنا خريج عين شمس، متميز في كل المجالات صراحه، ما اقدرش اقول في المساحه بس او الطرق، خرسانه او الستيل ولا السويل، لان كل الدكاتره بتحاول صراحه تدي كل الجديد. اي نعم بتبقى انتوا مش طايقنا وبتقولوا بتحملونا اكتر من طاقتنا، عارفين كل الكلام ده، احنا كنا طلبه زيكم وفي عين شمس برضه، يعني ما جيناش مثلا من حته تاني. بس هتحس بالكلام ده لما تتخرج وتشتغل وتيجي مشكله ما في الموقع اللي انت بتشتغل فيه، هتبص دايما خريج عين شمس متميز، لانه احنا بنطحنه في المحاضرات، نديله كميات معلومات. اي نعم مفيش حشو، بنحاول دلوقتي نشاط في اي نوع من الحشو، ولكن حاجات تسمع عنها. يعني موضوع البري اناليسيس ده مثلا يوريك انك ازاي انت عندك اجهزه معينه، دي قدره الشركه اللي انت بتشتغل فيها او الموقع اللي انت بتشتغل فيه، عندهم اجهزه ما هيش دقيقه قوي، كفاءتها محدودة. ازاي ان انا استخدم هذه الاجهزة بان انا اعلي من الكفاءة بتاعتها ومن دقتها بحاجة بنسموها البري اناليسيس، تحليل الارصاد، اوبزرفيشن. ويمكن بدأ معاكم بمثال وقال لك الزواديف اسكم مرة والبرعدات كاس مرة والكلام ده كله. على فكرة انا عشان يبقى معاك تكس، انا شفت المحاضره مكتوبه، حد من زمايلكم بعتها له كويس، بس مش كتير، يعني الماده العلميه مش كتيره، ما تقريبا الوقت ضاع كده. فانا عملت ايه؟ رفعت لك مذكره فيها 9 ورقات بس، طبعا الورقه مزدوجه يعني حوالي 18 ورقه، فيها كل الكلام اللي يتقال على البري اناليس، تبقى معاك سبورت دي. والله انت فهمت المحاضرات او الشرح بتاع المهندس محمد كان بيها، في حاجه مش فاهمها قوي، بص على الورق ده، انا رافعه برضو في الفايلز عندي مع تيم. لو انت بصيت في فايل مرفوع قريب اسمه بري اناليسيس فور اوبزرفيشن، حد بيبص على الفايلز اللي انا رافعها ولا لا؟ دكتور بنبص عليها وبتترفع درايف. انتوا عاملينها دلوقتي وترفعها على درايف ايه بقى، على مين؟ على الاف ام اس؟ لا الدفعه بتاعتنا، درايف جوجل درايف. انتوا ليكوا اكاونت كده يعني على جوجل درايف؟ عشان بس الطلبه ما تتوهش، فكل الحاجه موجوده في حته واحده يعني. م- م-
هي بس الفكرة ان الوقت ما ضاعش، بس هو باشمهندس محمد عشان ال ام اس. نعم احنا نرفعها برضو على ال ام اس برضو. انا بحاول اتلاقي في ماتيريال كتيرة او موجودة عشان تعرف وصلنا كام دلوقتي، 24 ولا ازيد شوية؟ 34. طب كويس. على فكرة انا زعلان او من الحضور بتاعكم ده، يعني المفروض الكلام ده يعني يبقى فيه حضور. ده انت قاعد في البيت، انت عايز اكتر من كده ايه يعني؟ لا بقول لك تعالى ولا روح الكلية احسن. والله يا سيدي الكلية احسن لينا، انا عشان اقعد احضر محاضرة زي دي طول الاسبوع ما احضر فيها كلية ولا حاجة، هو كلمتين وبروح اقولهم ونقولهم وخلاص، يعني هنعمل ايه طيب؟ وبعدين الموجة بتاعت الكورونا الرهيبة ديت، يعني شفت سوهاج دلوقتي اللي بيجرى فيها، يعني مشكلة مشكلة يعني. ربنا ينجينا من المشكلة ديت يا رب حق رمضان. طيب زي ما انا كنت شرحت قبل كده ان في عمليتين اساسيتين في المساحة، الديتيلينج والسيتنج اوت، يعني نوع عمليتين في المساحة، الديتيلينج والسيتنج اوت. الديتيلينج ديت الاند برودكت بتاعها ماب، ماب برودكشن، طلع لك خريطة، فرسم خريطة، رسم خريطة، او نقدر نقول بمعنى اخر نقل ما هو موجود على سطح الأرض إلى لوحة من الورق مصغرة بمقياس رسم مناسب، عشان تجيب التفاصيل كلها كأنك مسقط أفقي، خريطة دي مسقط أفقي. فإذا هنا عملية الديتيلينج هو نقل الطبيعة على لوحة من الورق على الماب. السيتنج أوت بقى العكس، عملية عكسية، هو نقل ما هو موجود على الخريطة إلى الطبيعة. يعني تصمم حاجة على الخريطة، خريطة هي، وفي مثلا سي شارع هو ماشي كده، وفي مبنى عايزين نشوفه اهو نقوم رسمينه على الخريطة اهو، ده مبنى ده غير موجود على الطبيعة، هذا المبنى غير موجود في الطبيعة، الشارع ده موجود. فبقول لك عايز المبنى ده دي الماب، عايز المبنى ده اللي هو هاتشنج ده يتنقل في الطبيعة، يبقى دي عملية السيتنج اوت. هو لو انا جيت فكرت، هو عملية رسم الخريطة كنت بعمل ايه؟ خلينا برضو نقول اتنين، اصل انت لو فهمت الحركة دي اللي انا بقولها دلوقتي دي هتكفيك شر القتال، يعني هيبقى خلاص اي مشروع في الدنيا عايز اعمله سيتنج اوت خلاص، طالما البرنسبلز دي انت فاهمها هيتعمل. وانا لما اعمل ديتيلينج، تعرف ديتيلينج كده كنت بعمل ايه؟ كان بيبقى عندي الطبيعة
فباجي انا هوت في الطبيعه باعمل نقط كنترول. وما كان نقط ترافيرس. وكان دي كنترول بوينت. اللي عامله مثلثات دي. وكنت بقيس الاطوال الاضلاع. وقيس زوايا الترافيرس. وبعمل تصحيح للترافيرس. واحسب الكوردينتس بتاعت الايه؟ بتاعت النقط دي. لو انا قلنا ده A B C D E دي نقطة B وهكذا. وعندي مثلا في الطبيعة كان في مبنى موجود هنا. ده كده نقول مبنى قائم. بعمل ايه هو بقى؟ باجي انا اهو في المكتب في جوب تاني عشان ارسم دروينج. المبنى القائم ده اقول انا ممكن اربط المبنى ده مع الخطوط الرئيسيه، خط الخطوط الرئيسيه، ان انا بسقط كده. وكنا خدنا النقط دي ان انا بعمل اوفسيت. دي طريقه من الطرق ان انا اعرف البعد ده اكس واحد واكس اتنين، واعرف البعد ده ال واحد وال اتنين. دي خدناها في البوينت ديترمينيشن الاوفسيت ميثودز. كويس. دي قياسات بقيسها بالشريط. وقع البتاع دي كده. الخط ده اي خط من خطوط الترافيرس ده بيسمى يا ترافيرس لاين يا سيرفينج لاين. وفي بيجي يعمل ايه؟ هذا عنده الماب. ده في الأوفيس. عنده مقياس الرسم اللي هيرسم باب 1 لـ500، 1 لـ1000، 1 لـ2500 زي ما وتب. بيجي يقول ادي نقطة ايه، ويبتدي يوقع البي، ياخد لها دايركشن كده الاي والبي. ويبتدي عنده الزوايا، يبتدي يوقع الترافيرس على اللوحة. يبقى نقل سي دي اي، نقل الترافيرس على اللوحة الماب. طيب عايز بقى يوقع المبنى ده على اللوحة. يجي على السيرفي لاين. هو قاس من بي ال 1، يجي من على السيرفي لاين اهوت، ويروح قايس ال 1 بعد ما اعملها بمقاس الرسم. بدي نقطه، وروح بالمسطره واخد او بالمثلث واخد 90 درجه كده، وقايس اكس 1 برضو بالايه؟ بالسكيل. يبدلوا نقطه النور من فوق دي بقت هي. يجي قيس ال 2 اهي، ويجي يقيس اكس 2. يبقى عندي واجهة المبنى هو. طبعا لو مبنى قوائم معروف الابعاد بتاعته اوقع. يبقى اذا هنا حصل رسم من الطبيعة، نقل بوينت دي بنسبق بوينت وايز، نقطة نقطة. واحنا طبعا خدنا ان الفيتشر يتوجد على ثلاث حاجات، يا بوينت يا لاين يا اريا بولوجون. وقلنا ان البوينت دي
هي الوحدة اللي احنا نستخدمها، لان اللاين عبارة عن two point start point to end point. area عبارة عن مجموعة من النقط وراء بعضها متوصلة بخطوط complicated شوي. طيب ايه بقى setting out؟ دي على الخريطة دي، والمبنى ده القائم ده، مبنى القائم ده هو موجود، عايز يلحق لي مبنى تاني اهو. ده مبنى مطلوب بناؤه، غير موجود في الطبيعة لكن عايزين نبني. يقوم هنا هو أنا الخريطة دي، خلينا نكبر بقى كده على طول بلاش الشغل المانيوال. الخريطة دي مرسومة على الأوتوكيد. كمبيوتر سوفت وير قدامك على شاشة الأوتوكيد. ممكن تيجي للمبنى ده بقى وتعرف الكوردنس بتاعتك. يجيب الكوردنس بتاع اركان المبنى الأربعة دول. طب نوقعه في الطبيعة ازاي؟ هي دي النقطة اهو بسرعة. في الطبيعة لازم ادور على النقط الريفرنس بتاعتي. وهنا ده الموقع او الطبيعة. على الأقل لابد أن يكون موجود نقطتين، وليكن مثلا نقطة A ونقطة B. يبقى هو بيشترط وجود نقطتين معلومتين الإحداثيات للبدء في أعمال التوقيع. طبعا هنقول لك في النهاية، أنا بقول حاجة نموذجية، في حاجات كده شغل بلدي هنبقى نقولها، يعني مش برضو علشان تبقى فاهم إن الشغل البلدي أوكي موجود. ما كان شرح واحد عنده بيت 10 متر في 5 متر ويقول لي تعالى اقول لك عايز لقط كنترول هيضربني يعني. ففي حاجات شغل بلدي ما نقول، احنا بنتكلم على الحاجة الرسمية اللي ما يحصلش فيها اي نوع من المشاكل. يبقى اشترط وجود نقطتين معلومتين الاحداثيات للبدء في اعمال التوقيع في الموقع، في أي موقع. ويكونوا معرفين ومنشور، يعني نقطتين موجودين في الموقع معرفين الإحداثيات. هنا أنا عندي إحداثيات A و B. معلش كده اخدها تحت شوية. نعم. في حاجة؟ باشمهندس.
مين اللي كان بيتكلم ده؟ انتوا فصلتوا عني ولا ايه؟ تكون واحد المايك فتح عنده بالغلط بس. ماشي حبيب. هنا احنا لسه هنتكلم بالتفصيل واحدة واحدة. ممكن اقول اعمل ايه؟ لو عندي جهاز مثلا سي، خلينا اخر حاجة التوتال ستيشن. هقف التوتال ستيشن هنا. نوزت بي. هعمل تسامت وافقية. وزي ما قلنا العناصر اللي بتدخل للتوتال ستيشن الاكيواد ستيشن كوردينتس، ودي هتعتبرها الريفرنس ستيشن، فبدخل دي وبدخل دي. كان كنا قلنا ست عناصر لازم يدخلوا كويس. اولا درجه الحراره، بعد كده الضغط، بعدين الاوكيبايد ستيشن، بعدين الريفرنس ستيشن كوردينتس، يبقى ده اربعه. بعد كده الهايت اوف انسترومنتس، ارتفاع الجهاز، بعد كده الهايت اوف تارجت، ست. فأنا بقف هنا وأوجه على الإيه وأستدعي وأحط هنا هو الريفليكتور وأستدعى البرنامج بتاعنا اللي هو نورمال بروجرام ستاندرد بروجرام، وأقول له أنا موجه على إيه، هو بيستدعي الكودز بتاعتها، وأنا بقول له أنا واقف على مين، فعنده الكودز بتاعتها. كل اللي بيعمله إنه بيحسب ويعمل orientation set orientation، مجموعة دي كده بيعمل set orientation، يعني بمعنى صح ست يعرف البيرنج بتاع الخط بي ايه، الازيموث بتاع الخط ايه بي. طبعا احنا ممكن نعرف حسابيا، يعني ممكن بالكالكوليتور انا اعرف الازيموث بتاع الفا بي اي بيساوي تان ماينس 1 اي اي ماينس اي بي على ان اي ماينس ان بي. هو التوتال ستيشن بيحسبها ويست لك الايه الاورينتيشن، بيحسب الزاويه دي ويقول لك ست اورينتيشن، بتقول له ست اورينتيشن، يبقى الجهاز كده هو بقى. لو انا لفيت وجات القرايه بتاعت ده الافقيه زيرو، يبقى الجهاز متوجه ناحيه الشمال طبيعي بتاعنا ده. لو الكورنس ديت كلها ناشونال كورنس سيستم او انترناشونال كورنس سيستم، لكن لوكال كورنس سيستم لا ما تنفعش. اللوكال ده ما مش هيديك اتجاه الشمال، لانك انت بتفرض اي حاجه. عرفنا ان فيه local coordinate system، في national coordinate system احداثيات الجمهورية، في international coordinate system الاحداثيات العالمية، وفي ثلاث انواع من coordinate system اللي احنا المفروض بنتعامل معاها. معاملتنا كلها مع national coordinate system او international coordinate system، ده لي حاجة وده لي حاجة. يبقى هنا هو لو جه هنا هو وجه التوتال ستيشن، خد الدايركشن بتاع البي اي بالظبط. طيب امال ايه هنا بقى النقطه دي؟ لو قلنا اهي كورس بتاعها معلوم مع الخريطه، النقطه ده اهي ده الكورنر بتاعتها معلومة، ده كورنر الماب وده كورنر بتاعتها. يبقى هو مثلا نقطة واحد ونقطة اتنين، أوقع واحد وفي بوينت وان معروف
الاي والان بتاعتها 0.2 معروف الاي والان بتاعتها. هنا التوتال لما تجيب برنامج الستيكينج اوت لما تدخل دول تقول له انا عايز اروح على ستيشن 1 اوقع على بوينت 1 هو هيقول لك كويس. لما تجيب البرنامج التوقيع وتقول له انا عايز اوقع نقطه 1 خلي بالك انا ده انا بقول لك الطب الحاجه النهائيه لو استخدمت هيبتدي يقول لك انحرف بالزاويه الفلانيه. كل ما تحرك المنظار او الجهاز تلف حوالين محور الراس بتاعه الزاويه عماله تنقص 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 لغايه ما تبقى الزاويه صفر. ده في الستيك اوت الزاويه صفر. اول ما تيجي الزاويه صفر يبقى انت كده في اتجاه الخط او في اتجاه نقطه واحد اهو. طيب وبعدين لو حطيت انت العكس طبعا هنا وجيت خدت لقطه يقول لك المسافه دي ارجع او اتحرك لورا او امشي لقدام على حسب اللينس لانه اهو هنا بيعمل ايه التوتاليزيشن بيقدر يجيب البيرنج او الازيموث بتاع بي واحد وعنده الازيموث بتاع بي ايه يطرح الاثنين من بعضهم يقدر يجيب سيتا اللي محصورة هنا سيتا واحد يبقى سيتا واحد دي البيرنج بتاع الفا بي واحد ناقص البيرنج بتاع الفا بي اي دي زاويه افقيه وبعدين عنده الكوردينات بتاع الاي والكوردينات بتاع بي والكوردينات بتاعت واحد يقدر يجيب ال اللي هو كوير روت فرق الاحداثيات اهي اي واحد ناقص اي بي كل تربيع بلس اي وان واحد سوري ان واحد ناقص ان بي كل تربيع من دي كده هيعرف ال بي واحد خلاص عارف المسافة لما تحط انت العاكس هنا وتقيس لو المسافة أطول هيقول لك قرب يطلع لك سهم كده ويقول لك لو المسافة أقل هيطلع لك سهم يقول لك ابعد تفضل ماشي بالسهم تفضل ماشي بالعاكس قدام يمين شمال لغاية ما تلاقي المسافة ظبطت عندك يديك زيرو فلو كده وقع نقطة واحد نفس الكلام ونفس الماثيماتكس طبعا انت ما بتحسبش التوتال ستيشن هو اللي بيحسب الكلام ده نفس الكلام نفس الماثيماتكس هتلاقيه وقع نقطه اذا هنا وجهه المبنى الجديد اتوقعت في الطبيعه يبقى هنا اهو بحلل الارصاد بتاعتي كويس طبقا لما هو معطى عندي طيب بس الاساس عندي ايه في السيتنج اوت اساس ان في تو ريفرنس بوينت لازم يكونوا موجودين وانا على نفس الكوردنس اي شيء عايز يتوقع مبنى مربع مبنى مستطيل مبنى دائري مبنى شيطاني مبنى فيه 100,000 حاجه زي ما هو هشتغل بوينت وايز نقطه نقطه عندي داتا جبتها من الكاد بروجرام بتاعت الحاجات اللي هوقعها
وعندي النقطتين الأساس طبعا نقطتين أو يعني ده مينيمم، ده هنا مينيمم تو ريفرنس بوينتس أو بيسموها فيكسد بوينتس أو بيسموها ترانجوليشن بوينت أو بيسموها ترافيرس بوينت. كل ده الأسماء ممدودة. يبقى هنا عملية التوقيع زي ما أقول إن أنا شو الماثيماتكس ديت التوتاليزيشن يعني بتساعدك في إنها ما بتقعدش أنت دلوقتي إنك تقعد تحسب، لا هي بتحسب لك الحاجة، هي بتحسب لك الحاجة فيها كالكوليتر وبتاخد الداتا وبتحسبها وتديها. ماشي، ده ملخص كده عن السيتنج الاول. بس تعال نشوف بقى شويه حاجات كده، شويه الحاجات دي هنشوفها دلوقتي. هنا مثلا انا مصور لك الشابتر ده، شايفينه يا جماعة ولا لا؟ شايفينه يا دكتور. شايفينه. شايفين. هو موجود دلوقتي على الفايلز بتاعت التيم. Setting out construction work. انا مش هقعد اقرا معاك الكلام ده، الكلام واضح وصريح بيقول لك مثلا الشابتر ده بيعلمك ايه. بليز اقرا، تسلى في الحاجه دي. المهم عندي في الشابتر ده في اول حاجه فيه طبعا هو بيقول لك البرنسبلز بتاع السيتنج اوت والمقدمه اللي انا قلتها وكان دروينج والكلام ده كله، الاجهزه اللي بستخدمها في السيتنج اوت. ففي بستخدم الستيل تيب، ماشي، بستخدم هنا الليفلز سواء اوتوماتيك سواء ديجيتال سواء وتظهر الميزان، بستخدم التوديد سواء رقمي سواء ديجيتال سواء انالوج، بيستخدم الجي بي اس اكويبمنت ريسيفرز، بيستخدم الليزر انسترومنتس. والليزر انسترومنتس دي فيها عندي نوعين، ممكن تلاقي فيه توديت الليزر او ميزان الليزر. وبعدين في اكسسوارز كده بتستخدمها، البيكس الأوتاد الخشبية وأبعادها موجودة هي 50x50 وطول 5 سنتي × 5 سنتي وطول 50 سنتي. ولو ده يستخدم في الأرض الرخوة أو الأرض اللي أنت بتشتغل عليها سهل إنك تدق البيك دي. طبعا بعمل له حرف كده عشان أو سن عشان يقدر يخترق الأرض. إذا كانت أرض صلبة بيستخدم ستيل أيرن الحديد، بتبقى زاوية حديد 2.5 سنتي × 2.5 سنتي × 30 سنتي. ده الخشب للسوفت جراوند. للهارد جراوند بيستخدم الزاوية الحديد. بعد كده في عنده حاجة بسموها
البروفايلز هنبقى نشوفها دلوقتي. ايه بيسموها؟ سايت ريل دي، واحنا بنوقع سيور لاين بنستخدمها، بنستخدم حاجة بيسموها الترافلر. الترافلر دي عبارة عمود خشب كده زي حرف التي، زي ما استرت حرف التي دي الترافلر، وبقى طولها فاريابل على حسب المشروع، لكن عادة بتبقى من 2 ل 3 متر بس، بيبقى معروف كونستانت عليها. وبعدين في حاجة بسموها الكورنر بروفايل اللي هنشوف هنستخدمها في ايه. فدول الأجهزة اللي عندنا في السيتنج اوت، هنشوف بعد شوية كده. في حاجة تانية برضو هنشوفها دلوقتي اللي هي الانسترومنتس بتاعتنا. يعني استكمال للكلام اللي قلناه قبل كده، البيج هي وتستخدم للأجهزة، تستخدم التيب، والتيب ده طبعا مفهوم 2.5 متر تقريبا في البيت عندكم بتقيسوا بيه حاجات، أو الشريط عادي ده الكلام كله مشروع هنا، أو الرينجينج رود اللي هو الشواخص الموجودة كده بنسميه شاخص كويس. وادي دي الترافلر سموها بولينج رودز او الترافلر اهي، ففي لها ابعاد كده. ده بنستخدمه في اعمال التوقيع، ده بيستخدمه في اعمال التوقيع. هنا في جهاز كمان بنستخدمه، لا هو ميزان ولا هو تجليد، بيسموه الاوبتيكال بلامنت. ايه بقى الاوبتيكال؟ مشكله الاوبتيكال بلامنت دلوقتي لو انا بعمل مبنى كم دور مثلا 10 ادوار وبعضهم، مشكلتي في التنفيذ ان انا اظبط ازاي الفيرتيكاليتي بتاعت الاعمده، يعني مبنى ما يطلعش مايل يمين مايل شمال، او محطوط الناحيه دي او الناحيه دي. فبنستخدم من اهوت الاوبتيكال بلامنت ده كده اهو، اوبتيكال بلامنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن منظار علوي ومنظار سفلي. وهنا العدسة بتاعته في عدسة هنا وفي تحت عدسة، زي ما بتشوف التسامد في التجديد، يعني ده يشوف لتحت والمنظار ده يشوف لفوق. الرؤية من فوق ومن تحت دي كولينيار، هتلاقي خط واحد وهو الفيرتيكال اكسس. فهنا هو بيسموا المنظار اللي فوق ده زينس تلسكوب، وبيسموا المنظار اللي تحت ده النادير تلسكوب. ايه؟ ما احنا عندنا لو الهورايزون كده، لو انت باصص كده 90 درجة من فوق الهورايزون، ده بيسموه الزينس. لو بتمشي تحت كده ده الأرض، ده بيسميها النادير. على فكرة تسمية الزينس والنادير تسمية عربية، وهم خدوها
الأجانب خدوا مننا التسويق. نظير يعني النظير، نظير للزينس اللي موجود فوق السمت ده، السمت ده النظير. فطبعا سمى زينس عشان ده بيجيب الصورة بأعلى، ده نادير بيجيب الصورة الأسفل. عظيم الكلام ده لو أنا شرحته تشريح داخلي أهو، يبقى ده الأوبتيكال بلانت أهو، آدي النادير أو الأبورد سايتنج تلسكوب اللي بنسموه الزينس، ده الداونورد سايتنج تلسكوب اللي بنسموه النادير، ودي حادثة اللي بتبص فوق، وهنا دي حادثة اللي بتبص بتجيب التسامد بتاعنا داونورد، بتجيب المنظر اللي تحت في منتهى السهولة. تركيبه فيها منشور ان هو تهو منشور خماسي، الزاوية دي كده 45 درجة، منشور خماسي اهو. يوم يجي ايه؟ يجي كده انت ما بتبص من هنا، ولو في تارجت فوق زي دي كده صورتها اهو، انت بتبص كده اهو، ماشي ماشي ماشي، قط النظر بتاعك جه هنا، دي زي المرايه، سطح مرايه بنكسر عليها ويطلع على فوق، ده شكل اللاين اوف سايت. بص على ايه اللي فوق في السقف، تاني بص كده ماشي ماشي، بيجي هنا وينكسر ويدخل وينزل تحت هنا، بص على تحت. فإذا هنا ده مسار الأشعة هو الأوبتيكال بلانت، وحتى هنا هو الكمبنسيتورز عشان لو في اي حاجه، لان الجهاز ده بيتحط على تايم راخ ونقدر نظبط الافقيه، في طبعا سبريت ليفلز موجوده فيه، موجود عندنا واحد ممكن تشوف خليكم بفرجوكوا عليه، يظبط الافقيه. فلو ظبط الافقيه المحور الراسي بتاعه هيبقى راسي تماما، يبقى لو حط نقطه ثابت عليها النقطة دي تطلع له فوق هنا. أنا بص كده وبص، لو أنا بقى عندي حاجة أقدر أحركها يمين شمال، حركها لغاية ما تيجي التقاطع هنا، يبقى بالظبط النقطة دي تقع مع النقطة دي. شوفها دي في المباني العالية، شوفها فين؟ هنا اهو، شفت كده؟ أدا المبنى اهو، ده مبنى طابق اثنين، فيرست فلور سكند فلور ثيرد فلور فورث فلور فايف فلور، ولو ده جراوند فلور جراوند فلور. فانا عايز ينقل نقطة من تحت اهي، ايه ينقلها في كل الادوار، ويجي ينقل نقطة دي في كل الادوار، نقطة B في كل الأدوار، نقطة C في كل الأدوار، يبقى في كل دور عنده أربع نقط محددين الدور كله ومعروفين وتماما ينطبقوا مع الدور اللي قبليه. بيعمل إيه؟ بيجي يعمل فتحة في السقف أهيت، ويحط حتة كده بلاستيك من التقيل الشفاف مرئي، يعني هو يعمل بنتريشن للضوء شفاف زي الإزاز، ده لوح الإزاز. أنا مش عايز أقول إزاز
لأن لو إزاز ممكن يكسب كتير من العمال وهم بيتحركوا بيه، لكن أهو ويجي في السقف الخرسانة كده وعلى الركن جنب عمود من عمدة الأركان اللي هو يكون إيه كده ده، ويعمل فتحة، يعني فتحة بتبقى 10 سنتي في 10 سنتي أو يعني 10 في 10 سنتي ماكسيمم 20 في 20، مش هتأثر على السقف. بيجي الواحد النحات بيجي في الخرسانة هنا، وبعد ما الصب السقف ده الصب يقولوا له افتح لي ده هنا فتح، فهو بيقعد يدقدق يكسر يعمل فتح، وفي كل دور يبتدي يحط فتح، والفتحه دي بروح مثبتين عليها اللوح الازاز او البلاستيك ده، ويجي واحد تحت الراس يقف وظابط الجهاز وظابط افقيه في، وعنده سنترينج على النقطه بتاعه الركن اللي هي ايه. تمام. يجي يبص في المنظار العلوي لاقي فتحة الإزاز موجودة، يجي المساعد بتاعه ماسك قلم ويروح عامل خط أو خطين متقاطعين كده تحت، هيبص يلاقي التقاطع دهوت مش موجود على السنتر بتاع على الخط الرأس، يقول له حرك يمين حرك شمال حرك يمين قدام حرك لورا، يبدأ يتحرك لغاية ما يجي التقاطع مظبوط جاي عليه. دي أوعدة. أيوة يا رئيس. أنا عندي محاضرة دراسات التطبيق ممكن بعد ما ليش بيفضل يظبط. يبقى إذن هنا يقدر خلاص لما تبقى تقع على المحور اللي شايفه رأسي يبتدي يحط نقطة، يبتدي عارف هو البعد من النقطة دي الحبة ده كذا، بيروح واخده فوق، يبقى إذن قدر يعرف إزاي هينشئ الأعمدة بعد كده، وهكذا كل دور بالمنظر ده. يبقى بيعمل ترانسفيرينج للنقطة اللي موجودة على الأرض هنا لكل دور على حدة، ده باستخدام الأوبتيكال بلاك. يقدر في الآخر نهاية ما يبقاش فيه نوع من الانحراف للمبنى للجزء الأعلى من المبنى، فده استخدامنا. يا دكتور ممكن أسأل حضرتك؟ أيوه فندم. حضرتك أنا يعني بعمل الأوضة، هو حضرتك الأعمدة يعني مش أنا بعملها أصلا في البداية من قبل المبنى ما يتبني؟ تعمل أنا أعمدة؟ حضرتك دي بعملها ليه طيب الهول ده؟ ما هو استنى بس، هو خلي بالك أول دور اتبنى. أول دور اتبنى خلاص؟ ماشي. استنى دي آخر. أول دور خلينا هنا أهو اتبنى، وأدي أعمدته طالعة. ماشي. عايزين نطلع أعمدة الدور التاني بحيث إنها تبقى بالظبط ماشية مع ده.
يقوم هنا هو ادي نقطة ايه، ياخد نقطة وحددها وحط هنا هو الجهاز اوبتيك بلانك، ويجي الراجل طبعا لسه الدور الاولاني الدور الثاني لسه عملته ما طلعتش، يعمل فتحة هنا وينقل النقطة اي دي فوق هنا خلاص. هو ما عنده مثلا 50 سنتي من ايه، يحط ابتدي يعمل الشدة بتاعت العمود بتاعه. طبعا A و B و C و D الأربع أركان الموجودة. بعد كده خلص وصب وانتهى وصب الدور التاني، جاي عشان صب التالت، يعمل فتحة في سقف التاني ويطلع بيها هنا هو، يعني هينقل بقى اسمه ايه ده الاوبتيكال بلامنت في الدور ده، وعنده النقطة دي محتفظ بيها، يروح مطلع حبه يبقى عمال ينقل نقطة نقطة ويصب بعد كده. يعني صب الخرسانات ما بيعملش بيعمل دور دور، والنقطة دي تفضل معه على طول كل الأدوار، نقطة أساس موجودة. فهمت ولا لا؟ يعني ده في يعني ده في الحاله العاديه، يعني لما اجي اوقع عمود يعني انت عايز توقع عاملها بعد كده، تشوف تعمل تشيك على النجار اللي بيعمل الاعمده ديت، وتشوف هل العمود ده مترحل يمين ولا مترحل شمال، داخل جوه داخل بره، لان اول ما يتشد خلاص الموضوع ما بيعتمدش على انه يقعد طالع. افرض العمود طالع من مايل شويه، ما يعتمدش على حاجة زي كده ويفضل مايل 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 لغاية في الآخر، على ما يخسر الآخر دور المبنى يقع كله، يقدر يعرف بالظبط الحاجة دي. يعني أنت بتبني دور دور، بس عايز تنقل النقطة إنه من الجراوند فلور للفيرست فلور. النقطة دي تنقل إزاي؟ فوق، عشان تبقى نقطة كنترول فوق للسكند كرول، يبقى بنستخدم الاوبتيكال بلانت والفتحة اللي بتتفتح في كل دور بالمنظر ده، بأضمن ان الفيرتيكاليتي موجودة، أضمن ان في فيرتيكاليتي موجودة للأدوار اللي موجودة أو الرأسية بتاعت المبنى. فهمت ولا لسه مش واضحه؟ فهمت يا دكتور. ما هو انت ازاي يعني مبنى يكون مبنى كده وتنقل النقطه من تحت لفوق لفوق لغايه ما توصل؟ طبعا الكلام ده احنا بنتكلمه مش على ثلاث ادوار واربع ادوار، احنا بنتكلمه لو عندك 20 دور ولا 30 دور لناطحات السحاب اللي موجوده، فطبعا لازم يبقى فيها الفيرتيكاليتي دي موجودة. يبقى انا هو ده استخدام الاوبتيكال بلانت في ان هو ينقل ترانسفيرنج لنقطة من الجراوند فلور للفلور الاعلى على طول، وبيضمن ان هي تبقى على نفس اللاين او الخط الرأسي. طيب مال ايه بقى تاني؟ دي من ضمن الأجهزة اللي احنا استخدمناها في ال سيتنج اوت، لان ده برضو سيتنج اوت. في بعد كده البايب لاينز اللي هي خطوط، خلينا كده ايه نروح للمحاضرة بتاعتنا الأصلية بقى، بعد ما شفنا الأجهزة والحاجات دي نشوف وانا هو الحاجات اللي هندرسها أو نعمل السيتنج أوت ليها. في setting out the pipeline
البايب لاين ده ممكن تبقى السيور لاين او ووتر لاين او جاز لاين في الكتريستي كيبل. في الرود and railway كمشاريع من projects اللي موجود يبقى هنا هو gas والwater. في هنا هو electricity cable and telephone كيبل. في التانلز الأنفاق استخدمها. في البيلدينج سواء سمول أو ميديوم أو ريزينج أو لارج. يبقى هنا في تاني بريدجز والكنات كل دي بروجكت في السيفل انجينيرينج بنستخدمه او بنتعرض ليها. تعال نشوف البايب لاين بقى. البايب لاين هتلاقي ممكن السيور لاين هو طبعا الووتر لاين هو الجاز ده التليفون الالكتريك كيبل. يعني بمعنى صح تقول كده شيء واحد تقريبا. هتعمل هنا هتعمل هنا هتعمل هنا هتعمل هنا. طيب انا عايز أوقع خط مجال سيور لاين. خط مجالي بيربط بين مكانين في لازم هنعمل ايه؟ طبعا هنمشي شغل المساحة بتاعنا. لازم احدد السنتر لاين بتاع العمل او المسار بتاع الخط. وتحديده ده على فكره مش بتاع المساحه هو اللي بحدده، ده بتاع التخطيط هو اللي بحدد المسار. بتاع المساحه بياخد على اللوحه بدايه الخط ونهايته وتمشي ازاي. يعني يقدر يطلع اكستراكت للكوردينتس بتاعه الخط ده. طيب بس تعال نشوف ايه العمل عشان ابتدي اسقط المواسير دي. لو انا سي كانت الارض بتاعتي كده، خلي بالك المفروض كنا بنرسم بروفايل كانت الأرض كده. كل البايبس أو كل المشروع ده كله بيبقى مدفون تحت الأرض. هي هنا اهو ادي سطح الأرض جراوند. وكنا احنا خدنا بروفايل وازاي بترسمه. بعد كده في الفورميشن ليفل ده كده فورميشن ليفل. خ
خط الإنشاء. وبيبقى ستريت. بيبقى مائل. بيبقى أفقي. بس عادة ما بيبقى مائل. عشان سيور لاين يبقى ماشي تحت الجرافيتي. يعني ماشي المية فيه بالجرافيتي. فلازم يبقى الجميل في الخط بتاعه. لو جيت وعملت كروس سيكشن هنا كده نشوف الكروس سيكشن ده شكله ايه. هيبقى عندي هنا سطح الارض الطبيعية اهو ده الجراوند وعندي السنتر لاين بتاع الانشاء اهو وعندي الفورميشن ليفل اهو هو المصورة هتتحط هنا خلي بالك ده قطع ارض هنا بيبقى يجي عشان يوقع حط الماسورة بيعمل قطع رأس في الأرض يعني بقى أصبحت ده كده البروفايل بتاعنا الكروس سيكشن بتاعنا اهو ماشي كده يعني اذا ده الشيء وهنا جوانب الحفر جوانب الحفر هنا اهو فيرتيكال وهنا هو جوانب الحفر رأسية توفير للتكاليف وروح قاطع طبعا عرض الحفر ده سعادتك انت بتحسبه للأسف فلو في اي غلط انت اللي هتشيله طب بتحسب ازاي انت اللوح بتاع التصميم بتاع السيور لاين يقول لك ان المواسير اللي عندي دي الديامتر بتاعها كذا يبقى عندك الماسوره انا نشوفها كده اهي لها سمك اهو ده الديامتر بتاعها كابتن دي طيب اذا اهو انت شايف كده كابتن دي الديامتر يبقى انا اهو في تولرانس نخليها بين الماسوره والإدج بتاعت الحفر دي تسمح بحركه عامل تحت في الحفره علشان المواسير دي بتتحط وبتتربط مع بعضيها فهنا اهو بتبقى ناخدها العامل المعقول جسمه كده من هو 75 سنتي ده ممكن العامل يتحرك فيها 75 متر الكلام ده ساعتك لازم تبقى حافظه
الماسوره لها سمك مولتي تكنس، الماسوره اهي اهو تكي. النقطه دي الماسوره بيسموها الانفرت ليفل، طب واحد بقى يقول لي اصبح بقى المسافه دي الويدث ده بيساوي ايه؟ هو فوق بيساوي 0.75 بلس تي بلس دي بلس تي بلس 0.75. يعني انه W هتساوي ده 1.5 متر زائد دي زائد 2 تي. تي دي thickness of pipe سمك الماسورة. وإذا لم يعطي سمك الماسورة التي دي بتتاخد 10 سنتي. لو مثال عندك استخدم ماسورة دي بتاعتها 1 متر، إذن تقدر تحسب الويدث والثيكنس ب10 سنتي. يبقى إذن الويتس عندي هيساوي 1.5 زائد 1 زائد 0.2، يعني ادي 2.5 2.7. ده كروس سكشن في سيور لاين. طب عشان يحفر بقى، عشان يوقع السنتر لاين، وعشان يحفر، وعلشان يعمل تشيك على الحفر قبل ما ينزل المواسير بتاعتنا، كل اللي بيديهولك المصمم بيديلك خط الانشاء، وطبعا عادة خط الإنشاء 1 ل200 الانحدار بتاعه والسلوب بتاعه. كويس؟ بيعمل ايه؟ في بعض حاجات طبعا اللي بيحفر يا جماعة الحاجات دي عمال مش فنيين، والعمال عايزة تعرف هي وصلت لفين. طبعا الحفر الرأسي دي ولا الفيرتيكال ده، ولو في دبس للحفر كبير يعني في خوف على الناس اللي بتشتغل وبتحفر، يعني بيحفروا هنقول مانيوال، مش هنقول دلوقتي بنحفر بكبشات وتقعد تحفر الكلام ده كله. فلو عمق الماسورة هتتحط على عمق سي 6 متر، اختار يعني كان نوات الانفرتيفل بتاعها
بحيث ان من جراوند ديفل الانفيتبل ديبس ده الديبس اهو ديبس اوف كات عمق الحفر. بالخير ان الديبس اوف كات ده كان 6 متر وعمالها ما نشتغل بقى والارض لوس. فأرض عندنا هنا لوس رملية سايبة. فالخوف كل الخوف وهو بيحفر والناس تحت عمالة تحفر على عمق 6 متر. تخيل يعني عمق 6 متر فين. بص ده الأرض راحت الرملة دي اللي في الجناب دي راحت وقع عليه. أنا هو مالي يحفر وراح دي هايلة وقع كده وقع. طبعا لما الأرض طبعا لوس هتبص تلاقي دول اتردموا تحت الايه تحت التراب. على ما يبتدي يشيلوا التراب من عليهم بتاع ده يكونوا قد فارقوا الحياة. طبعا لازم تخلي بالك إذا زاد العمق عن 3 متر لازم تعمل بروتكشن. إيه البروتكشن ده؟ عندي أنا عندي بيحفر أهو والحفرة ماشية كده سطح الأرض أهي بيجي نهوت ويجلد تحط الواح خشب على الجنب كده. طبعا كل ما يحفر ينزل اللوح خشب الواح خشب دي بيسموها شطر. شطر يعني حماية. الواح خشبية للحماية من الانهيارات. وكم من المصايب حصل. يعني دي الواح الخشب دي بتتكلف بيؤجرها الراجل زي ما بيؤجر مثلا الخشب بتاع الصب الخرسانة والحاجات دي فبيبقى لها كوست. في بعض المقاولين عديمي الزم والضمير يستعمل العمال ينزلوا يحفروا من غير ما يعملهم شطرين تاني وحصلت انهيارات راح كلبوش. بس طبعا المسؤول الرئيسي مهندس الموقع. لأن مهندس الموقع جاست ان يلاقي الدبس زاد عن 3 متر يلزم المقاول بانه يبتدي ينفذ الشطر ده ويخزن يجيب الالواح دي الخشبيه ويجلد عارف التجليد يجلد جانبي الترانش اللي هيتعمل ده عشان حمايه على العمال. فانا عامل ده غلبان بس لو طرق بيجي يشتغل باليوميه عشان ياخد عيش ياخد فلوس ياكل ويؤكل عياله ما عندوش اي حاجه. فلازم نخلي بالنا من الحاجه دي. وانت مسؤول هتبقى قدام القاضي انت والمقاول الحرامي. وطبعا هيقول لك طبعا اول ما يتقال اقول لك ان المهندس مماين مع المقاول. بس المهندس اصله بيمسك كذا مشروع يعني لابد ان يركز في الحاجات دي. هنا هو ده حماية. هو كل ما يجي يحفر عايز يسلم منه الحفر انه وصل للمنسوب بتاعنا ولا لا منسوب الانشاء كده دي information يعني عمل عمق هنا هو المطلوب وصل كده. ايه اللي بيعمله بقى
ايه اللي بيعمله المهندس؟ ومش عايز صداع كل شوية، كل شوية تعالى باشمهندس احنا خلصنا حفرنا، يجي باشمهندس يشتغل يلاقي لسه 10 متر، لسه اصلي مترين، لسه متر ونص. فعايز يعمل لهم حاجة، تعمل لهم حاجة وتسيبها مع المقاول بتاعهم كل شوية يعملوا تشيك لغاية ما يوصلوا للعمق الحفر اللي انت عايزه، يجوا يقول لك تعالى استلم. بتروح طبعا بالأمل مزال تستلم. ايه اللي بيحصل؟ تعالى نشوف حاجة ظريفة جدا. ادي عندي الترانش اهو، ادي عندي بلاش لحظة، ادي عندي الارض الطبيعيه، وادي عندي اهو العمق اللي المفروض نوصل له. يعني اهو بيجي يعمل ايه؟ بيجي على الجنب ده ودق عرق خشب، يطلب من المقاول يدق عرق خشب يمين ويدق عرق خشب شمال، بحيث المسافة بينهم تبقى أكبر من العرض بتاع الإيه؟ بتاع الترانش اللي موجود. وبيجي يعمل لوح خشب كده يربط بين الاتنين. ويبقى عارف منسوب اللوح الخشب ده بالميزان. وعارف منسوبه. معمل كده يعني دي نقطة معلومة المنسوب. اللي في بتاعها معلوم كويس، وطبعا معموله افق تماما، عنده ميزان سبريت ليفل يحطه بحيث انه يدق النجار بتاعه يدق ده. ده بيسموه يا جماعه سايت ريل. طيب بعد كده انا عنده الانفورميشن ليفل وعنده منسوب السايت ريل ليفل اوف سايت ريل. طرح الاثنين بيدي ديبس اللي هو السايت ريل ليفل ناقص الفورميشن ليفل، هيديك ديبس. بيجي يقول هو ده هو لسه ما وصلوش، هو ده عنده ديزاين، النقط دي لسه ما وصلش في الحفر. بيجي يعمل ايه بقى؟ يقول النجار هات لي خشبة، حتة خشبة، روح عاملها كده، روح قاسها مثلا، طلع ده مثلا سي، خلينا بس دلوقتي عديها، طلع الدبس ده مثلا سي 2.7 متر، روح جايب قطع خشب اهوت طوله بالظبط 2.7 متر، وروح عامل له زي حرف التي كده، واصبح هنا اهو الطول ده كده 2.7 متر، ودي تبقى موجوده لانه عايز دايما العمق بتاع الحفر 2.7 متر، ودي اللي بيسموها الترافلر. ترافلينج يعني حركة أو انتقال. يجي بقى هما بقى يجوا يحفروا،
وطبعا لابينادو بقى المهندس بتاع بيجيب الترافلة ويحطها هنا كده عند السايت ريل وشوف هل هي العمق جابت العمق ولا لسه بره فوق، يعني في الاول في الاول يحطها كده تبص تلاقي ايه جاي كده، لا احفر يحفر تنزل لغايه ما تيجي الترافلة تلبس ويجيب الطول ده. هو يقول لك انا وصلت دلوقتي للعمق اللي مديهولي المهندس، يجي يستلم الايه الحرم. الكلام ده اللي انا قلته شرحا كده سريعا هنشوف في هنا اهو، ده هو هو بيكون النون ديبس اهو. تعال بص هنا، ادي ده السايت ريل اهو، ده كده اهو السايت ريل. الرسمه دي يا جماعه مطلوبه منكم بليز. وادي البوننج رينج ديت اللي انا قلنا عليها هنسميها ترافلر. وادي السنتر لاين بتاع الترانش. وادي شوف الارض الطبيعيه هي وحافر عنده ده كروس سيكشن اهو. ده جراوند ليفل. وادي طبعا هنشوف ازاي وتقعد تحسب لي لو جريدنج واحد لمتين ازاي تعمل مثلا الميول بتاعتك وتختار المناسيب الموجوده هنا. فاذا ان هو طبعا سنتر لاين بروح هو دائم مسمار ودائم مسمار عشان لو شد بينهم خيط يبدلوا السنتر لاين موجود. فادي الترانش اكسكفيشن او ازاي عمليه الحفر الترانش بتاع اللي هيركب فيه المواسير اللي موجوده هنا. بركب الماسوره بعدين. الشغل في الحاجات دي سهل جدا مفيش مشكلة طالما انك عندك الليفل، يعني ازاي انك تظبط ليفل حاجة وتجيبها مظبوط. اظن عارفين يمكن احنا كنا في العمل بتاعنا السيكشنز لما اقول لك هات منصوب النافورة كان بتعمل ليفلينج لغاية ما بتوصل لغاية الماسورة اللي هي النافورة وتعمل مجموعة من السيت اب ممكن مرتين ثلاثة. فإذا لابد ان يكون في بنش مارك موجود في الموقع معروف منصوبه ده بنسب عليه الايه المناسيب اللي موجود. هتلاقي الكلام ده بقى مشروع. بس في حاجة كده قبل ما أخلص الموضوع ده، دايما في خناقات بتحصل بيننا وبين الحكومة وبين المحليات في موضوع مياه الأمطار والصرف بتاعها. الرسمة اللي موجودة قدامك دي ده تيبيكال كاتش بيزن لمية المطر. البيفمنت سيرفيس ده بتاع الطريق ولازم الطريق ادي السنتر لاين الطريق اهو ده طريق ده الحاره اليمين على السنتر لاين الحاره الشمال الناحيه دي كويس. بيجي بيبقى الطريق ذات نفسه ما بقاش افقي تنفيذه وبواخد ميل 2% يبقى لازم فيه سلوب علشان لما مية مطر تنزل هنا كده تنسحب ناحية السلوب تيجي كده هنا دي بلعت المطر اللي احنا بنفتقدها عندنا مع
ان في بعض المناطق بتبقى ببلاعه الصرف لمياه الامطار. شفت شكلها شيك ازاي؟ بعد كده بتيجي قاعد الرصيف اهوت، بيجي يعمل الشبكه بتاعتها موجوده، وبينزل بيعمل زي مانهول دي كده، ممكن نسميها مانهول، غرفة تفتيش. المية بتيجي كده، تبص كده شكل الكاتش بيزن هنا هوت، وشبكة كده بتنزل المية وبتنزل تمشي في ماسورة إلى الماسورة الرئيسية، مياه الصرف، ماسورة مياه صرف الأمطار. دي بتمشي تحت في الشارع، تحت الشارع اهي، شفت ما المفهوم اهي، ده 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 سطح بالطريقة اهوت، ودي ماشية عمالة تلم المية اللي بتتجمع اللي من الكاتشمنت اريا اللي موجودة هنا، وبتبتدي يروح يودوها يستخدموها، ما بتترميش في المجاري والحاجات دي، دي بتستخدم في ري الجناين والزراعات اللي موجودة في المنطقة. يعني بتروح على خزان أرض كبير وتتخزن فيه، بحيث إن في بامبينج بترفعها وتروح منها يغذي أو يرش أو يزرع يسقي جميع الجناين. على فكرة القاهرة الجديدة فيها خط المية بسمها خط مية عكرة، خط مية عكرة يسموه، ما بتكونش مية حصل لها معالجة عشان الشرب، وحتى بيعرفك يقول لك إن ده خط مية عكرة، ده ممنوع الشرب منه، ده لري الجناين والمسطحات الخضر. فده البروفايل ده بليز عندك الرسمة بتاعته، عندك تعرفه برضه اللي هو ازاي طلعت الصرف تتنفذ في كاسيتنج اوت للطرق اللي موجودة. ده مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي، تانلز، لكن انا زي ما قلت الحاجات دي هيت عندك موجودة في، زي ما قلت نرجع تاني للتكست اللي موجود هنا اللي كنا بنقرأ فيه. اللي هو ده لما كنا الأجهزة اللي موجودة، ومدي كده بلان على فكرة الرسمة دي اللي فوق ده، ده بلان لمنطقة فيها مبنيين كبار وفيها خط المية العكرة أو خط مية الأمطار صرف المياه، بوري وأقول لك إن في، يحكي لك قصة، بليز اقراها، اقرا القصة دي هتلاقي نفس الكلام أنا قلته. وهنا هو طبعا في الترانش الموجود بس بصورته اتجاه تاني كده هو جوان بالحفر بتاعتنا اهي، وازاي بيوقعوا ازاي. طبعا هنا عمل كبير قوي لانه خد ادي السنتر لاين بتاع الترانش اهو، ده السنتر لاين، ما بيجي يعمل ايه؟ أو دارود أو ووتر أو سيور سنتر لاين، بيعمل يمين وشماله الكلام اللي كنا بنقوله السايد ريلز والبروفايل سيور بروفايل، ويحط إن هو أوفست بيت، يعني ده لما تكون الأريا بتسمح، يبقى ده عن السنتر لاين بعد مثلا على السنتر لاين من 3 إلى 5 متر، وهنا من يمين وفي الشمال من 3 ل 5 متر، محوط السنتر لاين بتاعه،
ودائق هو السايت ريلز اللي موجوده هنا اهوت على ودهينها بالوان بنستخدمها نبقى نعرف الكالرنج ده لما بتنزل في احدى المشاريع اللي بتتنفس. وعشان عمليه الحفر هنا اهوت لا تعوق، يعني الكلام ده بيتم لما يكون في حفر بالكباشات يقوم ينقل السنتر لاين يمين او شمال العمل الصناعي بتاعه اللي على الحفر ويعمل الكنترول بتاعه عليه والكباش ماشي عمال يعدي يشيل وهو ماشي. فطبعا ان هو حكي لك هو الكلام ده هنا تقراه كويس برضو تشوف. لازم تبذل مجهود شوية معانا هنا في الموضوع ده، تبص على الحاجات دي ولو أي حاجة وقفت معاك تقول لنا، يبقى في سيكشن اللي يمكن عايز أفرجك على حاجة هنا. بعض الصور برضو تشوفها كده في السيتنج أوت، تشوف الحفر ده بيحفر لمبنى، حفر عملية عشان يبتدي يوقع مبنى، بيعمل خنزيرة، دي بيسموها على فكرة خنزيرة اللي بتبقى حوالين المبنى دي كده خنزيرة، عبارة عن كلها تبقى خشب ودقيقها ورابط كده عشان يحط نيلز أو مسامير، يدق المسامير كده يوم نوصل المسمار ده يبقى المحور يبقى بيوقع برضو النقطة دي، يوقع النقطة دي ويدق مسمار هنا ويدق مسمار هنا ويشد خيط، يوقع النقطة دي ويشد خيط، يبقى هنا بيرسم المحاور موجودة عندك على الرسم. اهو شوفوا حفر عشان هيعمل الاساسات او بيسموها الكاميرات موجوده هنا برضو في البريدجز، صوره جميله اهو بينفذ البريدج ازاي، وهنا بعد التنفيذ فهتلاقي ده برضو ترافلر اتفرج عليها، الكلام ده برضو هتلاقيه موجود عندك اهو من السايت ريل والعمق والحاجات دي، هتلاقي الكلام ده موجود. ارجو انك تبص فيه وتبص عليه. في حد عنده اي اسئله؟ طب تبذل منك مجهود شويه الحاجه دي. في حد عنده أي أسئلة يا جماعة؟ يعني إيه؟ ولا كلكم نمتوا؟ لا معك سيد. مع حضرتك صحيح. صحيح. مع حضرتك يعني كل نمت. جوعتوا فنمتوا ف. في أي مشكلة في الكلام اللي أنا قلته ده؟ دكتور وأنا ممكن. دكتور هو ممكن اطلب طلب بس في موضوع اخر جزء اتشرح، لان انا مثلا عشان ترمو كورونا وكده فاحنا ما نزلناش موقع، يعني البروسس كلها انا عن نفسي كيحيى مش قادره اتخيلها قوي، فممكن مثلا لو المعيدين ممكن يبقوا مثلا يبعتوا لنا فيديو او حاجه على اليوتيوب يوضح البروسس دي بحيث ان احنا نقدر نتخيلها يعني. ماشي حاضر. شكرا دكتور. أنا الأمة هعمل لك فيديو على حاجة زي كده. بس 49 من 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 وصلتوا 5 كان حاجة و70 مش كده؟ فده طبعا مشكلة يعني. على فكرة مشكلة إنك الناس اللي بتغيب دي. شعبان يحيى فين؟ أيوه أيوه دكتور أيوه موجود. ماشي حبيبي. علي أسامة. علي أسامة فؤاد محمد. ايه يا علي؟ علي مش موجود. احمد عادل. ايه احمد عادل؟ ايوه دكتور. ايوه حضرتك.
مين؟ لا مين حضرتك؟ انا احمد عادل ده. ايوه خلاص يا احمد خلاص نسمه جمال خلاص انا ايوه دكتور كويس يا نسمه فهمت المحاضره يا نسمه ولا انت ايش؟ ايوه دكتور حضرتك انا سمعت اسمي دلوقتي علي اسامه ايوه خلاص يا غاده بقى ما تقرفنيش رولا ايوه يا دكتور ايش يا رولا منه صلى جمال مش موجودة منه صلى سلمى سامح اي دكتور ايش مريم اي دكتور ماشي علاء طارق ايوه يا دكتور دي علاء بقى علاء علاء مش علاء ماشي خلاص عبد الرحمن سمير ايوه يا دكتور كويس بس انا زعلان ان العدد 49 خلصت ريجستريشن ولا لسه